وسط هادشي اللي كنعيشوه، كيفاش نقدروا نوجهوا الناس اللي ربما اصبحت كتعاني من هذا النوع من الاضطرابات جراء هذا الحدث اللي حنا تنعيشوه، واللي كنتمناو يا ربي لانه يدوز بسرعه ويدوز على خير. على قدر اللي الخوف احساس طبيعي كيحمل في طياته فزع، هلع، رعب، الى درجات الاضطراب الجسدي والنفسي. مني كنخافوا كنضطربوا بمستويات، حنا ماشي كاملين بحال. كاين فئة من الناس اللي كتضطرب بالتوقعات اولا، اذن هي كتسبق الحدث، ثم الفكرة كتاخذ مجراها للجسد، بمعنى الوظائف ديال الجسد كتضطرب كذلك ظاهريا وباطنيا، من صفرار في الوجه، نظرة فارغة اللي تنقولوا لها بالفرنسية لغوغار فيجي، ارتجاف لا شعوري ديال الرجل ديالنا او دي الدينا، كيكون قالت شي واحد ورجلوه كتهز. كاين سرعة دقة القلب، تبول بكثرة، اضطراب في النوم والاكل، مشكل في الهضم، قلة التركيز، تكاثر افكار وسواسية. واش هاد الحالة ديال الموت اللي عندي؟ واش غادي نقدر نفقد السيطرة على الوضع؟ واش الحياة غادي توقف؟ اصلا هذه كلها افكار وسواسية كنشحنوها بنفوسنا، واللي هي في نفس الوقت كتزيد، كل ما شحناها كتزيد من اضطراباتنا وقلقنا، وكتبعدنا على الواقع اللي يمكن لنا نسيطر عليه بشكل من الاشكال. إلا فهمنا الموقف وخدمنا فيه العقل الواعي، بمعنى لا بريز دو كونسيونس، غادي نعرفوا على الاقل اشنو كيخلعنا منه. مثال، ناخذ مثال ديالي. الا كنت امام سياره جايه لجهتي بسرعه، غادي ينتابني الخوف اكيد. اذا واش غادي نقوم في الحين بواحد السلوك ديال الهرب منها، وعادي يبدا من بعد قلبي كيضرب بحال اللي غادي يخرج من بلاصتو، او نخلي الخوف ثم القلق هو اللي غيسيطر ويغلب عليا ونرتبك وما نعرف لا نرجع ولا نزيد؟ تقدر توقع داك الساعات حادثه لا قدر الله. اذا هنا كاين التفاعل والانفعال مع الموقف. في موقف فيروس كورونا كاين المثال الاول، مني نمشي ندير التحليله ديال الفيروس، في ضمن الافكار كاين الانتظار ديال الجواب الايجابي او السلبي اللي فيه بالطبع خوف وقلق. خصنا نعرفوا على ان لا فائده من الهروب، حنا غادي ننتظروا هذاك الجواب، غادي ننتظروه، خصني لازم نواجه الامر. والمثال الثاني مع هذا الابتلاء، يا اما نتفاعل معاه وندير اللازم من الوقايه، وغادي نكون كنخفف من مستوى الخوف، او نتفاعل معاه ننسى الوقايه ونفقد التوازن النفسي ديالي، ثم غادي يجيني الاضطراب الجسمي ونقول داك الساعه علاش ما نعستش، وعلاش عندي الوساوس، وعلاش اللي تيوقع لي اضطرابات انا ما مولفاش بهم. ولهذا انا تنقول لازم ما نراجعوا نفوسنا ونوعاو بالمواقف اللي حنايا كنطيحوا فيها.